السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الأوضاع الإنسانية والميدانية في مديرية جبل حبشي غرب تعز. هجرت ميليشيا الحوثي والمخلوع نحو 60 أسرة من سكان قريتي القوز والأشروح في مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز. وقالت مصادر محلية أن لغماً أرضياً زرعته الميليشيا انفجر أثناء خروج المهجرين من القرية، ما أدى إلى إصابة فتاتين. وأشارت المصادر إلى أن قرى الأشروح والمدهافة والمنايس في عزلة الشراجة بجبل حبشي تتعرض لقصف عنيف وعشوائي أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المدنيين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما مصير عشرات الأسر في هذه المنطقة؟ وأين هو دور المنظمات الإنسانية تجاه مأساة النزوح الجديدة؟ ما هو الأثر الميداني لتقدم الميليشيا وسيطرتها على بعض عزل المحافظة؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. تهجير، ألغام ونهب، جرائم ميليشيا الحوثي والمخلوع بحق المدنيين في تعز، حيث أقدمت ميليشيا الإنقلاب الخميس الماضي على ارتكاب جريمة التهجير القسري لسكان قرى في جبل حبشي غرب مدينة تعز. ووفق مصادر محلية، فإن الميليشيا أجبرت وبقوة السلاح ساكني قريتي القوز والأشروح على ترك منازلهم بعد استهداف القريتين بالأسلحة الثقيلة. وقالت مصادر إعلامية إن ما يقارب 60 أسرة غادرت منازلها باتجاه مديرية مقمنة. ولم تكتف الميليشيا الإنقلابية بجريمة التهجير القسري، بل نهبت المنازل وقامت بزرع عشرات الألغام داخل وخارج القرى المستهدفة بهدف منع المواطنين من العودة إليها، مما أدى وفق مصادر محلية إلى بتر ساق فتاة وإصابة أخرى. اكتفت الحكومة كعادتها بالتنديد بجرائم الميليشيا الإنقلابية، ودعت على لسان وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باتخاذ موقف جاد من جرائم الميليشيا اليومية، مطالبة إياه بزيارة محافظة تعز ورفع تقرير مستعجل عن معاناة الأطفال والنساء والمدنيين. وأكد فتح في تصريحات صحفية أن صمت المنظمات الدولية شكك في مصداقيتها، وشجع الميليشيا على استمرار القتل الممنهج والتهجير القسري للمدنيين في تعز من قبل الميليشيا. التهجير المتكرر لسكان تعز وزرع الألغام في طرقهم ونهب ممتلكاتهم جرائم مستمرة ترتكبها الميليشيا الإنقلابية بحق المدنيين في تعز في ظل صمت دولي وعجز الشرعية وتخاذل التحالف. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع فهد النمر مدير مكتب الصحة في جبل حبشي. مرحبا بك أستاذ فهد. أولا مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. مرحبا بك. في البداية دكتور فهد، لو وضعتنا بصورة ما حدث في جبل حبشي من تهجير قسري من قبل الميليشيا للأهالي هناك. اللي حدث يا سيدي أنه الميليشيات قامت باقتحام قرى في منطقة الأشروح، وهذه القرى القوز الأسفل والقوز الأعلى والمدافن، وأخرجت ساكنيها بالقوة وقامت بضرب النار إلى داخل المساكن والسكان داخلها، من ذلك ترويع الأطفال والنساء، وحدث هلع كبير بين السكان. حوالي 65 أسرة تم تهجيرها قسريا من القوز الأعلى والقوز الأسفل وقرية المدافن من منطقة الأشروح. إجمالي عدد الأسر التي تم تهجيرها اللي نزحت حوالي 195 أسرة، يقطنون أكثر من 117 منزل من القرى المجاورة لمنطقة الاشتباك. هؤلاء الميليشيات لا يتورعون أن يستخدموا أي شيء، يمارسون انتهاكات كبيرة كارثية. أين اتجهت هذه الأسر؟ إلى أين اتجهت دكتور فهد؟ هذه الأسر اتجهت إلى القرى الآمنة من منطقة الأشروح، ومنها اتجه إلى عزلة الشراجة، ومنها من اتجه إلى منطقة التربة وإلى تعز.
الأغلبية الآن اتجهت إلى القرى العلوية من منطقة الأشروح، كونها مناطق بعيدة عن خط الاشتباك، تمام، فسبب ضغط سكاني على هذه القرى حتى أنهم سكنوا في مناطق في بيوت غير صالحة للسكن، قديمة وقد عفى عليها الزمن ولا يسكنها أحد منذ فترات. الناس الوضع كارثي جدا. نعم، كجانب صحي هل هناك مثلا أي إصابات وصلتكم؟ هل هناك ناس يعني طالتهم القصف أو بسبب الاشتباكات في هذه المناطق؟ في إصابات كثيرة، منها ما حدث يوم أمس لفتاة ذهبت لأخذ بعد أن أخرجوها وأهلها من المنزل عدوى، فذهبت هي وثنتين من صديقاتها لأخذ بعض أغراضهن، وبعد خروجهن من المنزل انفجر لغب بإحداهن، أدى إلى بتر يدها ورجلها، فتركت أكثر من ساعة تنزف، لم يستطع أحد الوصول إليها بسبب القنص نعم. والاشتباكات. هؤلاء الميليشيات لا توجد بهم أي ذرة إنسانية. طيب، ابقى معي دكتور فهد، نشرك معنا في الحديث أيضا. نرحب أيضا بالعقيد عبدو حمود الصغير، وأيضا نرحب بمدير مديرية جبل الحبشي فارس المليكي. أبدأ مع الأستاذ فارس المليكي. أستاذ فارس، ما الذي حدث في مديرية جبل الحبشي؟ هناك أنباء تقول بأن الميليشيا تقدمت وسيطرت على العديد من القرى، هجرت الساكنين في هذه القرى، أين أنتم وأين المقاومة والجيش الوطني؟ حياك الله أخي الكريم، وأسعد الله مساءكم، ونشكر قناة بلقيس على هذه اللفتة الإنسانية التي تهتم في قضايا التهجير القسري الذي تتعرض له المناطق التي تشن فيها ميليشيات الدمار والخراب ومسيرة الخراب هجوما شرسا على أبناء مدينة تعز، وبالذات في هذه الأيام وفي القليلة الماضية على أبناء مديرية جبل الحبشي. نعم. مديرية جبل الحبشي ربما تعرضت لكثير من قضية الاستهداف للمناطق السكانية، للمناطق الآهلة بالسكان، ابتداء في مناطق بلاد الوافي من تويشعة، من خور، من ماتع، وصولا هذا اليوم إلى منطقة الأشروح. هذه المنطقة التي تقع في الجزء الغربي من مديرية جبل الحبشي المحدد لمديرية مقبنة، ميليشيات الحوثي وصالح أرادت أن تقتحم هذه القرى المجاورة لمديرية مقبنة، والواقع الحدود بين المديريتين، حاولوا أن يستولوا على إحدى القرى وهي منطقة القوز. دخلوا هذه المناطق بعد ضرب شديد وكثافة نيرانية بالمدافع والهاونات بصورة عشوائية على منازل المواطنين، مما أدى إلى إصابات بليغة في أرواحهم. نعم. وفي ممتلكاتهم. أثناء وصولهم إلى هذه المناطق قاموا بإجبار الأهالي، إجبار المواطنين على الخروج من منازلهم قصرا تحت تهديد السلاح، ومن كان يرفض من هؤلاء الناس من المواطنين الخروج بمنازلهم كانوا يقومون بالاعتداء عليه بالضرب والتنكيل. طيب. والاعتداء. طيب أستاذ فارس، نعم نعم أستاذ فارس، إلى مناطق نزوح أخرى. نعم، سؤالي كان بخصوص أين المقاومة الشعبية وأين الجيش الوطني من هذه المناطق؟ هي كانت تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أين ذهبوا؟ أقول لك يا أخي أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هم متواجدون في عمق هذه المناطق، قاموا حرروا كثير من هذه المناطق التي كان يستولى عليها ميليشيات الحوثي وصالح، حرروا موقع نقد شمس، القوز الأسفل، المعزولة، سائلة الأشروح، هذه كانت مناطق قد سيطرت عليها ميليشيات الحوثي صالح، قامت بزراعة الألغام في هذه المناطق، لكن الجيش الوطني المتمثل باللواء 17 مشاة واللواء 145 قاموا بتحرير هذه المناطق وتحرير منطقة القوز، لكن ميليشيات الحوثي والصالح نتيجة القصف العنيف لما تمتلكه من ترسانة عسكرية قوية مدفعية هاونات قاموا بالاعتداء على هذه على أبناء هذه المناطق ودخلوها بالقوة وقاموا بتهجير أبناءها بالقوة، وهي منطقة تسمى منطقة القوز. طيب. الأهالي اليوم يعيشون نوع تفضل أخي. نعم، طيب أستاذ فارس، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث أركان حرب اللواء 17 مشاة العقيد عبدو حمود الصغير. سيادة العقيد، مساء الخير.
حياك الله الحبيب وحيا ضيفك الكريم وحيا الاخ فارس. مرحبا بك مدير مديريه جبل حبشي. مرحبا بك سياده العقيد. تحدثنا خلال الايام الماضيه بان هناك تقدم للجيش الوطني في مقبنه والسيطره على هذه المناطق. اليوم ربما هناك اخبار يعني غير ساره، يعني العديد من القرى هجروا ابناء هذه القرى، والجميع يتساءل المقاومة الشعبية والجيش الوطني في هذه الجبهة، هل هناك تراجع لكم في هذه الجبهة؟ ما الذي حدث؟ أخي الحبيب، يجب أن يعلم الجميع أننا نقاتل ميليشيات ذات إمكانيات عالية ومدربة من الإمكانيات سواء في العتاد أو الأفراد. نعم. الجيش الوطني إمكانياته إلى حد الآن تعتبر إمكانيات متواضعة وإمكانيات بسيطة. الميليشيات خير أيام المعركة حاولت وبكل قوتها الهجوم على هذه المناطق كما ذكر الأخ فارس بشكل قوي عبر مختلف الأسلحة من السلاح الثقيل بدءا من البلوكان والدبابة والمدرعات ثم بالسلاح المتوسط وغيره. هجمت هجوم جدا الجيش الوطني أبلي بل بذل الميليشيات خسائر فادحة حتى أن قتل تكبدوا ايضا خسائر فادحه استولت على منطقه معينه، لكن الشباب بيقوم لاستكمال تحرير هذه المنطقه وايضا دحر الميليشيات الى اماكن بعيده جدا. لكن ما يجب ان نعلمه جميعا اننا نقف امام امكانيه ضخمه لهذه الميليشيات تتحكم بسير المعركه من خلال امكانياتها. اما امكانيات الجيش الوطني سواء في الذخائر او المعدات وغيره امكانيات بسيطه جدا، ونحن في الجيش والمقاومه الشعبيه نعمل بامكانياتنا المتواضعه جدا. نعم، طيب سياده العقيد، امام يعني مع هذه الامكانيات المتواضعه جدا، لكن يعني الميليشيا يعني لم تتقدم في هذه المناطق وانتم صديتم الهجوم التي كانت تحاول الميليشيا التقدم في مقبنه وفي جبل حبشي. لا شك ان الجيش الوطني دائما في كل معاركه يتقدم بل ويحرز انتصارات كبيرة جدا وانتصارات متميزة حتى وهو يملك هذه المعدات وهذه الأشياء البسيطة جدا، إلا أن ما نملكه هي معلومات عالية جدا ومعلومات قوية. هذه المعلومات تمكننا من دحر العدوان وتكبيد خسائر كبيرة جدا. نعم، تم صد العدوان وتم أيضا تحرير كثير من المناطق يتواجد الآن في أطراف الأشروح، لكن الجيش والمقاومة عازمون على استكمال طرده من هذه الأماكن حتى ينعم أبناء هذه المناطق، لأن الميليشيات أول ما وصلت لهذه المناطق بدأت بتهجير الناس وبإنذار الأهالي بالخروج من منازلهم. بمعنى أصح أن هذه الميليشيات لها أهداف إنسانية أولا وهي طرد جميع الناس فتحدث دمارا إنسانيا قبل أن تحدث دمارا عسكريا. نعم، طيب المقدار الآن الإسناد لكم سيادة العقيد، لا شك تحدثت بأن هناك الإمكانات لا وجه للمقارنة بين ما تملكها الميليشيا وما تملكه أنتم في تعزو في الجيش الوطني، لكن رغم ذلك أنتم صامدون وتحققون انتصارات اليوم تلو الآخر. التحالف العربي يعني تحدث أكثر من مرة بأن تعز لابد أن تحرر تعز، لكن ما هو على الواقع؟ هل يعني لم تلمسوا شيء من الدعم؟ نحن نقدم كل شكرنا وتقديرنا لإخواننا في الدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على ما يبذلوا على مستوى جميع الجبهات في الوطن اليمني الكبير. تعلم أخي أن هناك جبهات كبيرة جدا سواء في تعز أو غيرها، وبالتالي قضايا الدعم وإشكالية الدعم فيها وجهة نظر. هناك دعم لكن لا يرقى إلى المستوى المطلوب، لا يرقى إلى مستوى التحرير، يرقى إلى مستوى الدفاع أحيانا ومستوى الصمود أحيان أخرى. لكن نحن تقدمنا بخطوات كبيرة جدا الإخوة في دول التحالف، تم إقالتنا من قبل الإخوة في الشرعية والإخوة في دول التحالف على استكمال تحرير تعز. نحن نأمل أن يتم الإسراع في توفير ما طلب لاستكمال التحرير ودحر الميليشيات من كل تراب تعز بشكل كامل. نعم، كان في الفترة الماضية نائب رئيس الوزراء الأستاذ عبد العزيز جباري كان له حضور كبير وبعض الوزراء في محافظة تعز، و حدثت هناك ربما يعني تحريك المياه الراكدة في تعز وإعادة مؤسسات الدولة، وأيضا كانت هناك وعود بدعم الجيش الوطني والمقاومة. هل يعني لا زالت هذه الوعود قائمة؟ هل هناك تواصل بأنه سيتم دعم تعز قريبا أم فقدتم الأمل بهذا الجانب؟ ملفات شائكة حملها الأخ الأستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء
للشرعية مستلزم برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للنقاش حولها وإقرار هذه الملفات. نحن نعمل أن ترى طريقها للنور. لم نأخذ الأمل بعد حتى هذه اللحظة لأن ابنة تعز منذ أكثر من ما يقارب 3 أعوام، ونحن لم نفقد الأمل. ولو كنا فقد الأمل لكانت الميليشيات قد دخلت إلى كل دار وإلى كل بيت في تعز. لكن ما دام يحدون الأمل بأنه سنحقق انتصار، سنحقق انتصار وسنزيح الميليشيات. نعم سنزيح الميليشيات كان عاجلا آجلا. إمكانيات الشباب المتواضعة، معنوياتهم المرتفعة، الحاضنة الشعبية والداعم الشعبي الكبير للجيش المقاومة هو من يحدون ومن يدفعون على استكمال الانتصار. أشكرك جزيل الشكر أركان حرب اللواء 17 المشاه العقيد عبدو حمود الصغير، كنت معنا. وأعود إلى مدير مكتب الصحة في مديرية جبل حبشي الدكتور فهد النمر. دكتور فهد، إذن أنتم كجانب إغاثي وإنساني، ما الذي تحتاجونه الآن لتدارك هذه موجة النزوح الكبيرة التي في هذه المديرية؟ دكتور فهد النمر، معك. نعم، سألتك كيف تواجهون موجة النزوح الكبيرة الآن في هذه القرى النائية في مديرية جبل حبشي؟ ما هي الاحتياجات؟ الاحتياجات نحن عبركم نناشد جميع المنظمات الدولية ومركز الملك سلمان للإغاثة. الناس يعيشون في أوضاع مأساوية، خرجوا من منازلهم، تركوا قوتهم، يعيشون بالكاد على ما يتبرع به الأهالي الذي لجأوا إليهم، والناس لا يوجد لديهم قدرات للاستمرار في عملية إغاثة النازحين، بالإضافة إلى أن الكثافة العددية كبيرة جدا لا يستطيع أن يتحملها المواطنون المحليين. نحن الآن ما هو موجود في ما يقوم به المجتمع هو دعم مجتمعي فقط لا غير. كل شخص يساعد قريبه أو أخوه بالتي يقدر عليه، يعني لا توجد أي غاثة من أي منظمات، ولا لم تصلنا أي شيء لا في الجانب الصحي ولا في الجانب الإغاثي. نعم، أشكرك جزيل الشكر. إذن دكتور فهد النمير مدير مكتب الصحة في مديرية جبل حبشي، وعودة إلى مدير المديرية الأستاذ فارس المليكي. إذن سيد فارس، أنتم الآن في المديرية، ما هي المساحة المتبقية لديكم الآن للتحرك من أجل مواجهة الميليشيا أو في استيعاب هؤلاء النازحين من هذه القرى؟ يا أخي الكريم، هذه الميليشيات التي تتواجد الآن على أطراف مديرية جبل حبشي وجهت بصد قوي من أبناء المديرية، من الأهالي، من الجيش الوطني، ولن يسمحوا لها بالتقدم مهما كانت التضحيات. سيقاتلوهم بالأحجار، سيقاتلوهم بالعصي، سيقاتلوهم بكل ما يملكون، لأن هؤلاء الناس، هذه الميليشيات، إذا دخلت قرية أفسدتها ودمرت مساكنها وأخربت ممتلكاتها. الناس لا يعتمدون على هذه الميليشيات، لا يعتمدون على المقاتلين من عصابات صالح والحوثي، لأنها كما نعلمها جميعا عصابات تدمير، عصابات قتل، عصابات خراب. فلذلك الناس مصرون ومتمسكون بالحفاظ على موطنهم، على قراهم، على منازلهم مهما كانت التضحيات، ولن يخرجوا إلا إذا ما اضطروا إليه. نحن سنواجههم بكل ما نملك. الجيش الوطني بالإمكانات الموجودة سيتم مواجهتهم، سنصدهم بما نستطيع. تم تحرير كثير من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي صالح، تبقى قرية واحدة وترة القوز. الحوثي صالح قاموا بتلغيمها بشكل كثيف جدا، حتى على مستوى التلغيم إلى داخل هذه المنازل، وقاموا باختطاف بعض أبناء المنطقة، أبناء القرية، والاعتداء عليهم. لن نتهاون في الدفاع عن أخواننا وعن أبناء منطقة الأشروش. نعم. سنبذل قصارى جهودنا، سنبذل الغالي والرخيص من أجل الدفاع عن عرضهم وعن شرفهم وعن كرامتهم. نعم. عبركم أيضا عبر قناة بلقيس، هذه القناة الإنسانية الرائعة، نناشد المنظمات الإنسانية، منظمات الدولية، نناشد الحكومة، نناشد التحالف إلى أن يلتفتوا لفتة طيبة إلى الأهالي، هؤلاء الناس الذين نزحوا من بيوتهم ولا يمتلكون قوت يومهم، خرجوا إلى مكان مجهول لا يعرفون إلى أين، لا يستطيعون أن يقاوموا صقيع الشتاء،
القارس، لا يجدون ما يأكلون، أناس بسطاء لا يعتمدون إلا على مزارعهم وعلى مواشيهم التي قتلتها ميليشيات الحوثي صالح. اليوم نحن نعاني وضع إنساني كارثي لهؤلاء الناس، لا يوجد لهم أدوات إيواء، ليس لهم أي إمكانات على مستوى الإمكانات البسيطة للبقاء والعيش. فلذلك إذا لم تكن هناك لفتة إنسانية لهذه المنطقة لهؤلاء النازحين، فإن الوضع الإنساني سيؤشر إلى أن يكون نتائجه كارثية في حق الإنسانية. نكرر مناشدتنا للمنظمات الإنسانية، للحكومة الشرعية، للتحالف العربي، إلى أن يلتفتوا لفتة طيبة وأن يدعموهم بالإمكانات الكافية لما يوفر لهم أبسط السبل للبقاء والعيش. نعم سيد فارس، في نقطة أريد فقط أن توضحها لنا، قرية القوز يعني هل هي كانت تحت سيطرة الميليشيا والآن تم تهجير المدنيين منها، أم تم السيطرة عليها قريبا؟ هذه المنطقة تعتبر هي منطقة محاردة ما بين مديرية مقبنة ومديرية جبل حبشي، كان الأهالي قاموا بالخروج والتمركز فيها دفاعا على قريتهم وعلى أهلهم حتى لا يصل إليها ميليشيا الحوثي صالح. كون مواقع الميليشيا قريبة منها في منطقة الرحبة، في منطقة في جبهة الكدحة قريبة منها، فلذلك خرجوا المواطنين من أجل الدفاع والذود عن ممتلكاتهم، لكن باغتتهم ميليشيات الحوثي صالح بآلة الحرب القاتلة بدباباتهم بمدفعياتهم بأسلحتهم الثقيلة، وقاموا بالقصف العشوائي المدمر على الأهالي مما اضطرهم إلى النزوح إلى المناطق المجاورة. سرعان ما التفت إليهم الجيش الوطني، قاموا بتحرير هذه المنطقة والسيطرة عليها، ولكن كما هو عادة هؤلاء هذه العصابة وهي الغدر والخيانة، قاموا بالعودة إليها مرة أخرى باستخدام يعني مدافع الهون والهوزر والقصف العنيف على كل شيء في هذه القرية، على المنازل، على الأشجار، على الأرض، مما تسبب التراجع قليلا للجيش الوطني إلى القرية المجاورة والتي لا تبعد عنها يعني فقط بحدود أمتار. هذه المناطق هي مناطق خاضعة أو تحت سيطرة الأهالي، سيطرة عليها الحوثي الآن، خاضعة الآن تحت رقابة وتحت سيطرة إيرانية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم، إذا كانت هذه القرى إذا كانت يعني بحماية الأهالي فيها، ولم يكن هناك يعني تواجد لا للمقاومة الشعبية ولا للجيش الوطني. بعد أن هاجمتها الميليشيا الآن جاء أسناد من الجيش الوطني وتم دحر الميليشيا، ولا زالت المعركة قائمة في آخر قرية وهي القوز المحاذية لمقبنة. هذا ما فهمت من كلامك سيد فارس المليكي. طيب نعم في نعم نعم إذا الآن بعد أن يعني وصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى هذه الـ هذه القرى، إلى ما تبدو أو ترجح الكفة لمن؟ لهذه للجيش الوطني، للمقاومة، للأهالي في هذه المناطق، أم لا زالت الميليشيا تشكل خطرا أيضا على القرى المجاورة في هذه المناطق؟ يا أخي الكريم، نحن في نهاية المطاف أصحاب الأرض. نعم، نحن السكان الحقيقيين لهذه المناطق، لن نسمح لهؤلاء الناس، لهؤلاء القرود الذين أتوا إلينا من كهوف مران، أتوا إلينا من العصور الغابرة ليحتلوا قرانا وليغزوا أرضنا وليقتلوا أبناءنا، لن نسمح لهم. إنما هي أوقات بسيطة وفترة بسيطة في حالة يعني امتلاكهم لهذه القوة، أرادوا أن يستولوا على مناطقنا بالقوة، لكن كما هو عادتهم سيتقهقرون ويتراجعون، وسينتصر المقاومة الشعبية، وسينتصر الجيش الوطني، وسينتصر أبناء هذه المناطق على هذه الحفن المارقة الغازية التي وصلت إلى هنا. الجيش الوطني فقط بحاجة إلى لفتة كريمة من إخواننا وأشقائنا في دول التحالف العربي ليمدوهم بالإمكانات التسليحية الكافية لما من شأنه صد أو مواجهة هذه القوة التي يمتلكها العدو. ونرشاهد اليوم وما نراه ونلمسه أن الجيش الوطني بإمكاناته البسيطة يحرر مناطق شاسعة، منطقة تضم منطقة. نعم. وبعد أن تخلف ميليشيات الحوثي صالح عدد من القتلى، عدد من الجرحى، عدد من الأسرى، تدمير آلياتهم في الأمس القريب ما يزيد عن 30 قتيل من ميليشيات الحوثي صالح، أحدهم قيادي بارز أو قائد ميداني في هذه المنطقة، والثاني شخص يكنى بالربح تم قتله شر قتله بالألغام التي زرعوها هم.
رد نعم. الله كيدهم في نحورهم طيب. وعندما أرادوا أن يعودوا إلى هذه القرية انفجرت بهم هذه الألغام وألحقت بهم خسائر فادحة. نعم، سؤال أخير فقط سيد فارس مدير مديرية جبل حبشي، البعض يتساءل ما الذي تبحث عليها الميليشيا في هذه القرى النائية وفي هذه الجبال التي يعيش أهاليها كما تحدثت بالطرق التقليدية والبسيطة من مزارعهم وما يمتلكون من مواشي وحيوانات بسيطة، ماذا تبحث الميليشيا في هذه المناطق؟ ما الذي تريد؟ يا أخي الكريم، هذه مناطق نائية، مناطق جبلية، حتى العيش فيها يواجه المواطنون فيها صعوبة في المأكل والمشرب والوصول إليها، لأنها تقع في أطراف مديرية جبل حبشي. لكن هذه الميليشيات تفننت القتل والدمار والخراب والحقد لما تحمله من أفكار هدامة وانتقام على أبناء محافظة تعز، هم يريدون أن يسوموهم سوء العذاب، لا لشيء، لا لأهمية هذه المناطق أو لأن فيها ثروة أو لأن فيها مواقع مهمة، لكن نتيجة لحقدهم وكراهيتهم وبغضهم لأبناء محافظة تعز يريدون أن ينتقمون من هذا الشعب، يريدون أن ينتقمون من هذا المواطن، لأنه يرفض فكرهم المنحرف، لأنه يرفض هذه المسيرة، مسيرة الخراب والدمار التي لا تمد بالدين والإسلام بأي صلة. نعم. هم اليوم ينتقمون من أبناء أي منطقة تعارض فكرهم، تعارض رأيهم، تخالفهم في الموقف، هم ينتقمون منها. هم وصلوا لهذه المناطق لا لشيء، إنما من أجل الانتقام من أبناء محافظة تعز، من أجل الانتقام من أبناء مديرية جبل حبشي. ونحن لهم بالمرصاد، لن نستسلم، لن نخضع، لن نركع، سنقاتلهم بكل ما نملك حتى نحرر أرضنا ونحمي بلادنا. أشكرك إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر مدير مديرية جبل حبشي فارس المليكي، والشكر أيضا لمدير مكتب الصحة في جبل حبشي دكتور فارس المليكي، عفوا الدكتور فهد النمر، وكذلك الشكر لي أركان حرب اللواء 17 مشاة العقيد عبدو حمود الصغير. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميد، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.